نحن نعرف أننا إذا ذكرنا الله نقول سبحانه وتعالى أو عز وجل، وإذا ذكرنا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام نصلي ونسلم عليهم، وإذا ذكرنا الصحابة نترضى عنهم رضي الله عنهم، وإذا ذكرنا العلماء من بعد الصحابة رضي الله عليهم نترحم عليهم، الأموات نترحم عليهم، والأحياء نقول حفظهم الله. صحيح، لكن الترضي عن الصحابة هو فيه خبر وإنشاء، نخبر أن الله رضي عنهم وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن الصحابة رضي الله عنهم. أما الترضي عن غير الصحابة يصح، لكن هو من باب واحد، من باب الدعاء فقط، فيصح أن تترضى. لكن إذا كان يشكل هذا على السامع لا تترضى، ترحم. كيف يشكل على السامع؟ يعني الآن أقول قال علي بن أحمد، علي بن أحمد لو قلت رضي الله عنه هذا يظن أنه صحابي، لكن عندما أقول قال الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول هذا لا يشكل عليه. أنا أعرف أن الإمام الشافعي ليس بصحابي، والترضي هنا من باب الدعاء لا من باب الإخبار، مفهوم؟ فهنا عندما يترضى يقول قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، قال أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه، هذا لا إشكال في هذا، مفهوم أخواننا؟ نعم. وإذا كان هناك إشكال ترحم، مفهوم؟ نعم.